نقدر نجود، نقدر نحط الشوك نعلي الورود، نملأ لياليهم هنا نخلي الفرحة تسود، مدامنا نملك نفس وإحنا على قيد الوجود، نقدر نجود. رمضان 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 بالخير تعود. متى آخر مرة خرجت فيها مع أولادك؟ متى آخر مرة اقترحت عليهم خرجة أسرية لزيارة الأهل؟ مشاهدين الكرام، مساءكم سعيد، وكل يوم كل ساعة وكل دقيقة وانتم بخير وبصحة وعافية بإذن الله. الوضع تغير كثير، والناس قلوبها ضاقت وأصبحت ما تفكرش غير بالأشياء الرئيسية في حياتها، أو بالأصح الأشياء اللي من وجهة نظرها هي أكثر أهمية، خصوصاً في ظل الأوضاع اللي إحنا نعيشها: بترول، غاز، كهرباء، طاقة شمسية، ألواح، دقيق، سكر، تمر، وبعد كم يوم بيقول لك كسوة العيد. صحيح الوضع اللي إحنا فيه يحتاج غالباً إلى أن نحن نلفت لأشياء ونغض الطرف شوية عن أشياء أخرى، لكن غالباً الأشياء اللي المفترض أن احنا نغض الطرف عنها هي الأشياء المكلفة أو الثانوية في حياتنا، لكن الأشياء اللي مش مكلفة ولا تخليك تنفق كثير لازم ننتبه لها. موضوع حلقتنا لهذا اليوم موضوع محوري جداً في حياة كل أسرة. إحنا اليوم بنتكلم عن النزهة الأسرية. عمرك فكرت إنك تاخذ عيالك وزوجتك في نزهة أسرية صغيرة قبل صلاة المغرب؟ لا طبعاً. ليش؟ المرا في المطبخ والعيال تعابة ولا بيدرسوا ولا يتفرجوا تلفزيون. طيب ما تحتاجش يوم المرا هذه رحمة من هذا المطبخ؟ يعني ما يحتاجش إنه أنت تبادر إنه فطور اليوم عادي بيكون من برا؟ ليش من برا؟ ليش ما تاخذ المرأة وعيالك وتروحوا تفطروا برا؟ تغيير جو بلا خسارة، قدو داخل البيت وقدو فطور، برا فطور وداخل فطور، صح؟ بس كم هي لمتك مع أولادك؟ كم هي لمتك مع زوجك؟ بدل ما كل يوم عند فلانة وعند زعطانة وعند فلتانة وبطلع فوق وبنزل تحت وبروح بيت الجيران وبيتنا وأهلنا. الترابط الأسري للأسف أصبح بمجتمعنا هش نوعا ما. ليش؟ عشان إحنا استقلينا بالأشياء البسيطة دي، وحاجة بسيطة فوق حاجة بسيطة فوق حاجة بسيطة تعمل شيء كبير، لكن للأسف إحنا دائما في تسارع مع الأيام، في تسارع مع الزمن، في تسارع مع كل حاجة، نشتي كل شيء يكون 10 على 10، وبالأخير لما نحس إنه في حاجة من هذه الحاجات نقصت أو عملت قلبة في نظام حياتنا اليومي نقول يا ترى إيش السبب. في الفترة الأخيرة الكل لاحظ مدى انتشار مسألة التفكك الأسري داخل الأسر. الأخ وأخوه فرقت بينهم أشياء كثيرة جدا: عنصرية، طائفية، مذهبية، أنت مولود في مش عارفة فين وأنا مولود مش عارفة فين، أنت مع مش عارفة من وأنا مع مش عارفة من، أشياء تدمي القلب وتوجع العين. مش معقول، مش معقول الحال اللي نحن وصلنا له. بنجي نقول طب إيش علاقة موضوع اليوم اللي إحنا نتكلم فيه في مسألة إنه يحصل تفكك أسري بين الأسرة؟ مسألة كبيرة جدا. لو أنت من زمان معود عيالك على لمة، على جمعة، على إنه كلمتك هي كلمتي بس الطريقة مختلفة، واسمك هو اسمي، اللهم إن الحروف متقدمة على بعض، ما كانش بيحصل اللي بيحصل. الأخ مننا لما يوتقع يقول آخ، صح؟
ما يقولش أمي ولا يقول أبي، لأن الأخ ما يعوضش. فما بالك في الوضع اللي إحنا عايشين فيه، كم هي الحاجة اللي أنت تحتاج فيها لأخوك. في أسر عن أسر تفرق كثير، في أسر من أول ما يولد لغاية ما يموت وهو كتفه بكتف أخوه، على الصح قبل الغلط. ليش؟ عشان آبائهم عودوهم على التماسك. كل دي الأشياء الآن بدقي من وراء النزهة الأسرية. أيوة بدقي. ليش؟ عشان الأخوان والأم والأب يلاقوا وقت إنهم يتعرفوا على عيالهم أكثر. عصر اللي احنا فيه، عصر الواتساب، عصر غريب جدا. تكونوا كلكم داخل غرفة واحدة وكلكم تتكلموا في الجروب حق الواتساب. طب تكلم قل لأبوك الكلمة اللي انت تشتيها لوجهك. لا لا لا، قدوا في الواتساب، قدوا الرسالة جماعية عند الكل. العصر اللي نحن فيه خلانا نحن نعيش عالم الفضائيات وننسى الأشياء اللي احنا مخلوقين عشانها. فكرت يوم انك تاخذ عيلتك في رحله وتتكلموا فيها بطريقه فضفضه عن كل الاشياء اللي تضايقكم من بعض؟ طب ممكن نتكلم عن الاشياء اللي تضايق نحن من بعض في البيت؟ لا، جو برع دائما مختلف، خصوصا الكبت اللي عانوا منه كثير من الاسر الفتره اللي راحت. الناس بقت تتمنى انها تخرج لبرع وتشم شويه هواء نظيف. لما يتحسن مزاجها تحسن صحتها بالأجواء المختلفة، بتتكلم وبتضحك وبتلعب وبتصارح وبتصافط وبتعمل كل شيء. وكثير ناس تلاقيهم خارج البيت مختلفين تماماً عن داخل البيت. يا أنت المر والولد هذا شكله ما شيش تخرجوا. يا محمد، حماد من بتصيح؟ اهلا يا صديقي. فين الاير ولد حكي؟ ما تشتي من الولد؟ والله يا صديقي غير كنا نخرج معانا كذا شويه. تخرج اني غلط تخرج تسلك في البيت بدل الخرجه بدل هذا. صدقني كيف صدقك يا صديقي؟ يا صديقي هذا من حق، كنا نخرج نغير جو ونشم هواء ونرتاحوا شويه، لانه انضبح يوم داخل البيت. نقعد ويخرجون بدل ما تخسر زلاط وتخرجون واغلاك في البيت وتقعد على قدوه. يا صديقي يا صديقي صلي على النبي. اللهم صل على محمد. هي نفسها الذي بنخسرها بنتيها للبيت، نفسها الذي بنخسرها في المطعم، لكن قدوا في نفس الوقت قدوا خارج المطعم وواحد يغير جو ويشم هواء ويرتاحوا. والله من كلامك سليم، بدل ما واحد يخسرها في تخزينه وقاد انه يخرج العائله ويشم هواء انه احسن. خاطرك الحين اصير اخرجهم خاطرك. الله يفتح عليك يا محمود. أما من الناحية العلمية ففوائد جمعة الأسرة وخرجة الأسرة ورحلات الأسرة كثيرة، غير إنها تعزز روابط الأسرية، غير إنها تعطي فرصة للأبناء إنهم يتعرفوا على آبائهم والعكس، غير إنها تعطي فرصة للأم إنها تأخذ مساحة أكبر في معرفة احتياجات أولادها. طيب حلو الموضوع ومهم الموضوع وشيق الموضوع، لكن وش بهذا الحجم؟ يعني انت هولتي الموضوع وعملتيه طريقه كبيره وعملتي له يعني كانه اسطوره. تشتي تعرف قيمه الموضوع واهميه الموضوع؟ اسال مغترب سافر وهاجر وساب اسرته وعياله وبيته لاي سبب من الاسباب. تشتي تعرف اهميه الموضوع؟ اسال يتيم انحرم من الأب والأم وعايش لحاله، ولا حد يسأل بعده ولا حد يدور عليه ولا حاجة. لو حابب تعرف قيمة الموضوع يسوى ولا لا، اسأل هذول والإجابة تكفي. أحياناً الكبار ما يشعروش بمدى أهمية هذا النوع من الجلسة والخروج والنزهة زي الأطفال، وأحياناً العكس الأطفال ما يشعروش بأهمية الخروج مع الأب والأم مقابل التابلت ولا الآيفون ولا قناة كارتون نتورك ولا سبيستون. بس تعالوا نشوف كيف بعض الأطفال يفرق الموضوع عندهم جداً. في يوم من الأيام دخل طفل صغير على أبوه
بعد ما رجع الأب من الشغل وهو تعبان وحميان وطفحان وحالته حالة مش طايق نفسه، يقول له يا بابا لو سمحت أعطينا من وقتك شوية أشتي أجلس أتكلم معاك. قال له يا ابني مش وقتك، أنا راجع من العمل، أنا تعبان، أنا جالس أشتغل وأشقى طولة الليل عشانكم. قال له يا بابا بس 10 دقائق. قال له العشر دقائق هذه اللي بكلمك فيها بجلس أكتب فيها مشروع وبجيب لك وراها 100,000، خلاص روح الآن مش وقته. مرت أيام وليالي على هذا الطفل وهو مش طفل، يعني يمكن في سن مراهق 15-16 سنة. مرت أيام وليالي وشهور، وكان الأب يشوف الابن كل فترة يطلب فلوس، مش عارف الفلوس ابنه فين يوديها. طب أنا أعطي له مصروف، كل فترة يطلب فلوس، يطلب فلوس، غير فلوس العيد اللي يلاقيها، غير فلوس الجمعية اللي الولد يعملها، غير المصروف اليومي اللي أبوه يعطي له، كل فترة يطلب فلوس، يطلب فلوس. في يوم من الأيام دخل الابن على الأب، قال له يا بابا ممكن تعطينا من وقتك 5 دقائق بس؟ قال له يا ابني مش وقتك، أنا مش فاضي، قلت لك مشغول. قال له بس دقيقتين، بس دقيقتين، خلاص مش 5 دقيقتين. قال له طيب. أخذ الولد الأب من يده ودخله لغرفته. إيش في يا ابني، مالك، إيش اشتي؟ قال له يا بابا ساعدنا أننا أرفع السرير. قال له إيش؟ قال له ساعدنا أننا أرفع بس الفراش حق السرير، اشتي وري لك حاجة مهمة. قال له يا الله خارج نحن وهذا الولد. طيب. أخذ الأب يده بيد الابن ورفعوا الفراش حق السرير وشافوا فلوس كثيرة تحت السرير. قال له إيش هذا؟ من فين جبت هذه الفلوس كلها؟ قال له يا بابا هذه 100,000 اللي أنت ممكن تدخلها من المشروع، ممكن الآن تعطينا 10 دقائق من وقتك وتأخذ 100,000. في أطفال يفكروا بالطريقة هذه؟ والله في. طول ما تجلس تزن على ابنك انه أنا مش فاضي وأنا ما عنديش وقت، أنت كذا تكسر داخلته حاجته لك. مش بعيد بكرة بعده ابنك يحتاجك أو يحتاجك وما يلاقيش لفين يروح، وبعد كذا تقول يا ريت اللي جرى ما كان. صحيح الفلوس مهمة في حياة الناس، أو يمكن حاليا تعتبر هي عمود فقري لحياة كثير من الأسر، لكن مش كل حاجة. أحياناً أولادك يطلبوا منك أو يطلبوا منك أشياء ما لهاش أي قيمة مادية، ما بتخسروش عليها أي قيمة مادية، لكن بالمقابل ما عندكمش وقت. لما يجلس الأب يفهم ابنه أنه أنا مشغول 24 ساعة عشان أجيب لك وأجيب لك، هذا صح، بس كمان في احتياجات أخرى ما تجيبش بالفلوس ولا تتقدر بالفلوس. حاولوا أنكم تستغلوا شهر رمضان في إعادة إحياء علاقاتكم مع أبنائكم. كيف الأبناء يفكروا؟ الوضع اختلف والزمن اختلف وكل حاجة بقت تجي بالمقلوب. مشاهدين الكرام، وصلنا إلى ختام حلقة اليوم. نتمنى أن كل شخص يسمعنا اليوم يحاول إعادة بناء علاقته مع أبنائه بالطريقة المناسبة. لنا لقاء آخر بكرة معاكم على نفس الموعد ومع سلوك آخر، ورمضان بالخير يجمعنا. نقدر نجول، نقدر نحط الشوك، نعلي الورود، نملأ لياليهم هنا، نخلي الفرحة تسود. مدامنا نملك نفس وإحنا على قيد الوجود، نقدر نجود.